السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناه مطبخ داري. اليوم غادي نقدم لكم يعني غداء صحي وتقليدي جدا. غادي نحضروا اللوبيا البيضاء كما كتلاحظوا معايا. دابا غادي نوري لكم طريقه التحضير ديالها. المقادير بعدا غادي نحتاج 3 طماطم محكوكه، انا راه درتها صغيره الحجم، درت 3 صغيره الحجم بحيث هنا عندي تقريبا 250 غرام. غادي نحتاج واحد الضريس ولا جوج ديال الثوم. غادي نحتاج ملعقه كبيره من البقدونس، بصله صغيره محكوكه، يعني يمكن لكم تقطعوا هذا الشيء، انا كنحكو يعني باش ما كيجيش باين. في التوابل غادي نحتاج فلفل احمر وابزار، ملح وزنجبيل وخرقوم وقليل من الزعفران. بسم الله على بركة الله، ناخذ الكوكوت ديالي غادي ندير فيها اللوبيا كما غادي تلاحظوا معايا. غادي نردها تسلق، الا كانت عندكم طيابه ردوها تسلق واحد ربع ساعه، يعني كانت ما طياباش ردوها يعني تسلق مده طويله اكثر. دابا انا غادي نردها تقريبا 15 دقيقه ونعاودوا نتلاقاو. سيداتي كما كتلاحظوا اللوبيا ديالي ها هي ديال تسلقات، انا نوريكم. كما كتشوفوا معي كتبركوا عليها هكا طابت، يعني انا راه عطبت بزاف. دابا غادي نزيد لها، فاش غادي نرمي شرموله غادي نزيد لها غير شي قسمايين. غادي نضيف البصل، طماطم، بقدونس، توابل. انا هنايا راني دايره معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال سكينجبير، وقليل من الابزار، وملعقه صغيره من الفلفل الاحمر. يعني درت القياس اللي غادي ندير. نضيف الخرقوم والزعفران، نحاول كنمزج مع عناصر اللي درت. دابا غادي نضيف نصف كاس من زيت الزيتون، ممكن ديروا يعني اي زيت، هي يستحسن ان اللوبيا نديروها بزيت الزيتون كتجي لذيذه. كما كتعرفوا القطنيه كامله كتجي لذيذه بزيت الزيتون. ما عندكمش اكتفيوا بزيت المائده. نكون ضفت نصف كاس دابا تقريبا، الى جاتني الزيت قليله ممكن نزيد من بعد. سيداتي كما كتلاحظوا دابا غادي نشد عليها واحد القسمايين ونوري لكم الشكل ديالها النهائي. سيداتي كما كتلاحظوا معايا اللوبيا ديالي ها هي، يعني غادي تبان لكم دابا شويه حيت الخوار كيطلع في العين ديال الكاميرا. دابا هكا راه مازاله خفيفه كما كتلاحظوا معايا. غادي نشعل عليها البوطه تشحر شويه. ونوري لكم الشكل ديالها النهائي. شتي هاي دي يعني راني دابا ديتها كتشحر واحد شويه. هاد الاثناء هذه يمكن لكم تذوقوها واش هي هذيك من الملحه. سيداتي دابا نخليها تشحر شويه ونقعد غادي نرجعو باش نوري لكم الشكل ديالها النهائي. سيداتي كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال اللوبيا ديالنا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي باش توصلوا باي جديد كيخص قناه مطبخ داري، ونهاركم مبروك.
بالصحه والراحه سيداتي.